أحييكم في كل مكان سادتي المشاهدين. النتائج أعلنت والأمور حسمت لفوضية الانتخابات من خلال إعلان النتائج الأولية، أعطت صورة واضحة عن نوعية القوى السياسية التي ستحكم المحافظات وتمهد طريق لإدارة محلية جديدة. في استوديو العاصمة لهذه الليلة نتحدث عن مرحلة ما بعد إجراء الانتخابات ونوعية التحالفات التي ستكون حاضرة من قبل الأطراف السياسية، وأيضا نتحدث عن المشاركة ونوعية المشاركة التي حصلت بالنظر إلى النسب التي أعلنت، وخصوصا في بعض المحافظات التي يمكن الحديث عنها كمحافظات الوسط والجنوب، ونتحدث أيضا عن نوعية الانتخابات المحلية بالمقارنة مع الانتخابات التي أجريت سابقا. أحييكم وأناقش هذا الملف مع ضيوفي هنا في استوديو العاصمة لهذه الليلة عن تحالف قوى الدولة العراقية، والمتحدث باسم تحالف النصر الدكتور سلام زويدي. رحب بجنابك للتقييد دكتور، وأيضا السياسي المستقل الأستاذ نبيل جبار العلي، رحب بجنابك كل الترحيب، وكذلك أمين عام حزب العراق هويتنا الأستاذ كامل نواف الغرير، رحب بجنابك كل الترحيب أستاذ كامل. وأبدأ من حضرتك، بعد انقطاع لمجالس المحافظات وعودة الانتخابات، كتلة سياسية سنية تتصدر القوائم في محافظة بغداد، هل في ذلك رسائل معينة، وهل تحقق ما كان يتحدث عنه رئيس تيار الحكمة سيد عمار الحكيم من خلال التوازن؟ حصلت هذه النقطة أم أنه أمر طبيعي بالنظر لانقسام القوى الشيعية في بغداد؟ أولا الله محييك ومحيي قناتكم الكريم، محيي ضيوفك الكرام، واليوم طبعا بهذه المناسبة اللي هي نجاح العملية الانتخابية لمجالس المحافظات، طبعا نهني الشعب العراقي ونهني المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لنجاح هذه المهمة، ونبارك للسيد رئيس الوزراء السيد السوداني لإشرافه ونجاح هذه بمهمته ونجاح العملية الانتخابية. أخي العزيز، اليوم أنت تعرف اليوم بعد قطيع حصت في مجالس المحافظات ولم تكن هناك حكومات محلية اللي هي قرها الدستور طيلة هذه السنوات، واليوم نشهد هذه الانتخابات اللي جرت في لسنة 2024. فاليوم تعتبر هذه المبادرة خير للشعب العراقي إن شاء الله، واليوم احنا نريد أن نبدي مرحلة جديدة، كيف يستفاد الشعب العراقي من هذه العملية ومن هذه العملية الانتخابية. اليوم احنا إن شاء الله الفوز فوز أي جهة أو أي حزب أو أي كتلة، اليوم هو فوز العراقيين. فاليوم الشعب العراقي ينتظر من هذه العملية الانتخابية وينتظر من السادة أعضاء مجلس المحافظة. نعم، احنا نريد يتحقق شيء، إذا ما تحقق شيء هذا ينعكس على العملية الانتخابية وينعكس على العملية الانتخابيات القادمة اللي هي البرلمان القادم أعتقد بعد أشهر. فاليوم احنا كيف يستفاد الشعب العراقي والمحافظات العراقية؟ اليوم معاناة كبيرة ومعاناة الشعب العراقي، وينتظر هذه الانتخابات، وكيف تكون هناك تقديم الخدمات ومراقبة الحكومات المحلية، وتعرف اليوم الحكومات المحلية اليوم هي السيطرة على وضع المحافظات، ومن خلاله ينتخب المحافظين، وكيف تكون هناك محافظين أن تستفاد منعتهم كل المحافظات ويستفاد منعتهم الشعب. اليوم لا نريد أن تبقى بنفس الوضع المأساوي اللي مر على بلدنا ومر على محافظاتنا من قبل المحافظين اللي ما حصل منعتهم غير دمار لهذه المحافظات. وبصراحة نريد أن تكون هناك تغيير للوجوه، تغيير للوجوه المحافظين، وتعرف اليوم تحتمد المحافظة على المحافظ. هي المشكلة في تغيير وجوه المحافظين فقط، لعندك مشكلة بالمنظومة؟ طبعا انت تعرف هو هذا عملنا السياسي، هي نفس الاحزاب ونفس القادة المشهد السياسي اللي موجودة. فاليوم احنا نعمل من عملية انتخابية الى المحافظات، ان يكون اختيار المحافظين، وتعرف اليوم اختيار راح يصير من مجالس المحافظات. اليوم المجلس المحافظة هو يختار المحافظ، هل يختار محافظ اليوم
يعتبر الجهة التنفيذية يخدم هذه المحافظة. أنا أحكي لك على عموم العراق وليس أحكي لك على المحافظة. جيد، رحب بجنابك أستاذ نبيل. نتحدث عن الانتخابات المحلية وفي عملية قراءة للأرقام والنسب، يعني بعد ما نجمع قوائم معينة تتصدر مثلا أو كل القوائم التي تم التصويت لها في المحافظات، إحدى المحافظات الرقم الكلي لكل القوائم هو ما يتجاوز 150,000 صوت لكل القوائم الفائزة، وبالتالي هل يمكن أن نقول أن هذه الانتخابات تعبر عن تطلعات الشارع؟ نعم، بالبداية تحية لك والمشاهدين الكرام وأيضا لضيوفك الكرام. طبعا بكل تأكيد اليوم الأرقام هي لغة الأرقام هي التي تتحدث. اليوم عندنا أكو انخفاض بعدد المصوتين تقريبا، هي الانتخابات اللي شهدت أدنى مشاركة بالانتخابات، يعني اليوم 6.5 مليون ناخب من أصل ما يقارب 26 مليون ناخب، يعني من يحق له التصويت 26 مليون، من أجرى عملية تحديث لبطاقته البيومترية 16 مليون، فقط المشاركين هم 6.5 ملايين ناخب وفقا لبيانات وأرقام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. وهذا يعني أن نسبة المشاركة هي 25% فقط، هذه نسبة متدنية بصراحة. وهذا طبعا النسبة المعلنة 41، ال 41 هم يحسبوها من أصل 16 مليون من يحسب على 16 مليون 6.5 من أصل 16 مليون هم محدثين بطاقتهم البيومترية يطلع 41. لكن أتحدث لك أنا، إحنا عندنا 6.5 من أصل 26 مليون ناخب يحق لهم التصويت، يحق لهم التصويت. هذول اللي جزء من عندهم مقاطعين، جزء من عندهم ما حدثوا بياناتهم، جزء من عندهم أصلا ما راحوا يستلموا بطاقاتهم، يعني أسباب عدة تقف انه هم في النهاية هو مقاطع، ما بين المقاطع غير مبالي، شو تريد تصنفهم؟ واحنا خاف المقاطع مصنفة لتيار معين وتيار حزبي معين. نتحدث عن لا اكثر 80% مقاطعين، لم كان التيار موجود الا مو احنا على مدى كل الانتخابات منذ 20 سنة اكو نسبة هم مو قليلة، هي اصلا خلينا نعتبرهم، خلينا نقول عليهم غير مبالين بالوضع السياسي العام، غير آبهين بمشاركتهم في العملية الانتخابية، غير مبالين في قضية إبلاء صوتهم. هذا هم نسبة تضاف لها نسب أخرى، لكن هذه النسبة قد تقودنا للتساؤلات وقد لا تقودني واحد للتساؤلات لكل الأحزاب، قد تدفعهم هذه النسب إلى مجموعة تساؤلات. بالإضافة إذا رجعنا لقضية النسب، المشاركة الانتخابية في المحافظات الوسطى والجنوبية هي جدا منخفضة إذا ما قورنت، يعني هي أقل من حتى 25%. الذي رفع نسبة المشاركة إلى 25% كمعدل عام هو نسبة التصويت في الاقتراع الخاص اللي عبرت فوق 70%، هذه واحد. وأيضا المشاركة الواسعة نسبيا في المحافظات الغربية، الأنبار، الموصل، نينوى يعني صلاح الدين وكركوك بالذات وديالة، المشاركة الواسعة قد ساهمت برفع النسبة المئوية كمعدل عام في بقية المناطق. يعني بمعنى آخر قد تكون النسبة المشاركة الثانية، الأرقام حديثة ما قدرنا نحسبها بسرعة، قد تكون المشاركة في بغداد والمحافظات الجنوبية هي أقل من 20%، وربما تكون والمشاركة في محافظات الأنبار وغيرها قد قاربت 50% وربما أكثر في بعض المحافظات، حتى وصلت إلى أكثر من 60% في محافظة كركوك. بمعنى أنه هذه المناطق، هذه 2 مليون صوت اللي شاركت بها المحافظات الغربية في مقابل 3 ملايين صوت شاركت بها المحافظات الجنوبية. جيد، هذه الفروقات قد تعود بنا إلى تساؤلات سياسية عديدة، وهي معناها تأثير حزب المقاطعة، أو هي مثلا أنه أكو عدم رغبة خصوصا في مناطق معينة، المناطق اللي صار بها المشاركة أو جيد. تعيين مشاهدة راح نناقشها ممكن يكون نتيجة تنافس سياسي. نعم. لكن بما ذكرت أبدأ الحديث مع حضرتك دكتور سلام، الرسائل السياسية التي وصلت لكل القوى السياسية المشاركة في الانتخابات، هناك من يعتبر أن ما حصل هو بمثابة استفتاء من الشعب من خلال المقاطعة، من خلال عدم المشاركة، من خلال عدم الذهاب إلى صناديق الاقتراع، هي رسالة للنظام السياسي بأنه لا يحظى بالمقبولية المطلقة من الشارع. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير عليكم وعلى كل مشاهديكم الأكارم وعلى الضيوف الكرام. يعني بغض النظر عن نسب المشاركة و نجاح الانتخابات من عدمها، أنا أعتقد أنه مجرد إجراء هذه الانتخابات بعد تحديات كبيرة، وأيضا هو إلزام للحكومة على اعتبار هي في برنامجها الحكومي ثبتت أنه تجري هذه الانتخابات كحق دستوري خلال مدة عام من مهامها،
وأيضا الآليات والأمور اللوجستية التي عملت عليها المفوضية أعتقد بحد ذاته يعتبر نقطة تحول. هسه ما نريد نعطي نجاح بس نقول نقطة تحول بالعملية الانتخابية نتيجة الظروف السياسية اللي مرت بالبلد وكذلك الهوة والفجوة الكبيرة بين الشارع وبين العملية السياسية وعدم ثقة أغلب المواطنين العراقيين بالعملية الانتخابية. ولكن بصراحة أنا يعني من خلال مشاهدتي لهذه الانتخابات هناك متغيرات كثيرة. أولها كان الوضع الأمني والانسيابية والسلاسة بإجراء هذه الانتخابات، كان هناك تنظيم أمني على مستوى عالي. لأول مرة لم نشهد في هذه الانتخابات قطوعات أو مضايقات، كانت الأمور جدا طبيعية وكأنه لا يوجد حتى انتخابات بصراحة. هذه تسجل على ضعف المشاركة قد يكون سبب. لا أبدا، وحتى لو كانت مشاركة عالية، حتى لو كانت مشاركة عالية حتى لما نبخس حق الجهود الكبيرة التي بذلت. لا أقصد نوعية القطوعات الإجراءات. لا وهذه خلة المشاركة سهلة. أستاذ علي أنت تعرف أكو خطط، أكو خبرات متراكمة. القوات الأمنية اعتمدت بشكل كبير على الجهد الاستخباري، أيضا المفوضية عملت بشكل واسع وكبير خلال مدة طويلة على تحديث بياناتها وأجهزتها والعمل على أكثر من محاكاة. حتى الخلل الفني اللي حصل بالتصويت الخاص تلافته بشكل كبير. فبالتالي أنا أعتقد يعني اختلف مع الزملاء الاخوان انه اليوم احنا اذا نريد نحدد نسبة النجاح بنسبة المشاركة فاحنا بصراحة لحد الان ما نقدر نوصف هذه الانتخابات بانها ناجحة، ولكن ممكن ان نعتبرها نقطة انطلاق لتصحيح مسار العملية السياسية لكل القوى السياسية بصراحة المقاطعة والمشتركة. شلون يمكن اعتبارها نقطة اليوم ضعف في المشاركة؟ لا شوف قانون السانت ليغو 1.7 يمرر اي نتائج بغض النظر عن نسب المشاركة، وهذا بصراحة ايضا خلل كان المفروض يتعالج بالقانون، لان شرعية الانتخابات بصراحة يجب ان تعبر على الاقل 50%. هذا خلل ويجب ان يتعالج بالمراحل المتقدمة. هنا احنا انا اقول المر السهل وبقى الصعب، يعني عملية اجراء انتخابات ممكن تكون سهلة رغم التحديات، ولكن الاصعب هو كيف راح تشكل هذه الحكومات. يعني تعرف الفائز راح يبارك بنتائج الانتخابات، والخاسر راح يشكك، الخاسر راح يشكك، راح يطعن، راح يعني ما يقبل. تعرف لان احنا الديمقراطيه بالعراق بس الواضح ما بيها خاسر هذه الانتخابات. لا اكو جهات ما كان يعني بصراحه تتوقع ان تحصل على هذه الارقام، يعني اكو جهات كانت تتعول على نسبه المشاركه والاغلبيه الصامته اللي هي اغلبها ضد القوى التقليديه. وضعتم في تحالف القوى الوطنيه، شلون شفتوا في هذه الانتخابات؟ يعني بوجهه نظري وانا طارحها يعني في ائتلاف النصر اكثر من مره، اعتقد جاءت متوقعه في ظل حجم يعني الاوزان اللي موجوده بصراحه، يعني كل واحد ويعرف امكانيته، تعرف الانتخابات يلعب بها المال والنفوذ والسلطة الدور الكبير بصراحة. وهذه هم استطاعت المفوضية أن تحد منه بشكل كبير. يعني تعرف بعض الجهات المتنفذة تصنفون ضمن القوى السياسية التقليدية تحالف القوى الوطنية؟ احنا لا ما لنا علاقة، انا اتحدث عن ائتلاف النصر. انا ما اتحدث عن الوطنية. التحالفات تعرف جانب فني، انت تدخل في تحالفات من اجل جوانب فنية، لان قانون السانت ليغو يعني هو يعني هو التحالف حصل 23 كل المحافظات 24 مقر النصر جد لحد الان ما جرت حسابات على المرشحين. هاي تعرف بها ارقام وحسابات وايضا تحتاج الى تدقيق اكثر من يوم، ولكن بالمجمل العام متوقعه، يعني قد تكون اقل بقليل من المتوقع ولكن متوقعه في ظل الامكانيات والتمثيل والاوزان اللي موجوده بالعمليه. جيد دكتور، انت تحدثت عن نقطه مهمه تتعلق في الصراع وانا راح اتحدث بها مع الاستاذ كامل وارجع لك بها ايضا مع الاستاذ نبيل كذلك. استاذ كامل، الصراع الان هل بدات مرحله الصراع على اداره المحافظات وشلون نتوقع شكل هذا الصراع؟ الكل الان يخطط لتشكيل تحالف لاستلام المحافظه، لاستلام مجلس المحافظه، وبالتالي هل سنكون امام صراعات كبيره لو لا الامور مرتبه محسومه من قبل الانتخابات؟ استاذ علي احنا ليش نقول صراع؟ ليش ما نصير توافقات؟ نقول توافقات لكن يسبقها صراع. لا توافقات، احنا خلينا نتحدث بالتوافقات اللي تصير بين الكتل السياسيه وخاصه المناطق الغربيه من ضمنها الانبار، عندك صلاح الدين، عندك الموصل، وعندك بغداد. بما يخص المكون السني بصراحة على المحافظ في
في محافظة الأنبار، واعتقداني إذا حصل توافق بين الكتل السياسية وتركوا الصراعات، الصراعات ما تخدم، وبالأخير أن يرجعون إلى التوافقات، التوافقات ويتكون التصويت على المحافظ منه محافظ، وتعرف على رئيس مجلس المحافظة في محافظة الأنبار وكذلك في المحافظات الأخرى. أما محافظة بغداد أعتقداني الأمر يكون التوافق بين دولة العفو، توافق بين الإطار الإطار وتقدم. اليوم راح يصير الحوار اللي هو منه اللي راح يصير محافظ ومنه اللي راح يصير رئيس مجلس محافظة، وهذا طبعا هم أعتقداني معسوم ومعمول به سابقا، اللي هو المحافظ إلى دولة القانون، إلى دولة القانون، والرئيس مجلس الى تحالف الى تقدم بالاضافه الى سياده، بالاضافه الى حسم، بالاضافه الى كل المكونات التي تتوافق. فاعتقد ان الامور تتحلحل المشاكل والصراعات عندما وصلنا الى مرحله وفوز تقدم في بغداد وفوزه في الانبار وفوزه في المحافظات الاخرى. وهذا بالنسبه اعتقد اني رئيس التحالف اللي هو السيد الحلبوسي أعتقد توجد صفحة جديدة مع كل الأخوة اللي موجودين، التعاون لبناء محافظاتهم، لبناء كيف يختارون محافظ يخدم محافظاتهم ويخدم المنطقة ويخدم أهالي الأنبار ويخدم أهالي المحافظات الأخرى. وأعتقد هذا التعاون راح يحصل. وهذا التوافق أنت اللي ما وصفته بالصراع راح يكون من أجل مصلحة المواطن، هذا التوافق له من مصلحة القوى السياسية التي تبحث عن تشكيل تحالف. طبعا الآن تعرف أنت هنا يصب، إحنا عندما يكون هناك توافقات بين الكتل السياسية السنية هذا يصب في مصلحة المواطن بالأخير إذا كان هناك، وإذا كان الصراعات راح تحدث مشاكل، وهاي طبعا ما يستفاد منعتها أي صراعات، ما يستفاد منعتها المواطن. إذا حصل توافقات بين المكونات السنية ما بعد الفوز خلي يجمعون جميع أصواتهم ويصرون في كلمة واحدة وتوافق واحد لاختيار المحافظ، لاختيار رئيس مجلس المحافظة، ويتعاونون لبناء مدنهم ومحافظاتهم، وهذا يبنى إلى تتوقع الأمور راح تحسم بشكل سريع؟ والله أعتقد تحسم بطريقة سريعة، لأن السيد الحلبوسي ما أعتقداني راح يصير توافقات مع الأخوة في السيادة في حسم في الأحزاب الأخرى اللي موجودة، مثلا تحالف نينوى اللي موجود راح يتعاونون وياه، وراح في لن تعرف أنت ما تسمح لهم، لا يسمح لهم الظروف ولا يسمح لهم شعبهم ولا تسمح لهم الظروف اللي تمر على بلدهم أن تكون صراعات بيناتهم. جيد، إذن أستاذ نبيل كنت تتحدث عن نسب المشاركة وعن المشكلة اللي قد تترتب على هذا الأمر. الآن يتحدث لك الأستاذ كامل وقبل قليل يتحدث الدكتور سلام أنه الأمر قد يكون عكسي، قد يكون دافع للقوى السياسية في أن تعمل في أن تشتغل بشكل صحيح، وممكن أن تكون هذه المعادلة حاضرة، هذه النسبة وعدم المشاركة بشكل فعال سيعطي دافعا معنويا للقوى السياسية من أجل العمل. نعم، هو طبعا الوقت يمكن كان غير كافي لإكمال وتوضيح الفكرة. أستاذ سلام أعتقد هو كمل كثير من فكرتنا أو ما يدور في أذهاننا. بصراحة احنا حكينا عن نسبة المشاركة، هو نعتبره مؤشر، احنا بالتالي حيكون هو مؤشر لدى القوى السياسية، يصير عندنا الكثير من التساؤلات، ليش في هذه المناطق قلت النسب؟ هل نتيجة المقاطعة ام نتيجة اسباب اخرى اضافية عوامل اخرى؟ هنا ليش زادت النسب؟ يعني وهذا الكثير. لكن مراحل الانتخابات، هو ان اليوم اذا توافق ويا دكتور سلام الانتخابات السابقة كانت بها اكثر من علامة استفهام، بها تشكيك، بها تشكيك سياسي. تقريبا هذه الانتخابات رغم انه جرت بنفس التقاليد، نفس الاجهزة، نفس الانظمة، نفس الشركة الفاحصة، نفس الشركة، لكن اكو لحد هذه اللحظة اكو نوع من انواع الاطمئنان من الاطراف المشاركة بالانتخابات، من الاطراف الرقابة على مسار العملية اللي جرت في الانتخابات، حتى على النتائج، حتى الغير راضي اليوم ما يقدر. يمكن استاذ سلام واحد من الناس اللي قال احنا تقريبا قابلين بهذه النتائج، وهي لم تكن النتائج عالية لكن اكو قبول. هذا القبول هذا بمعنى يعطي رسالة اطمئنان للقوى السياسية، وقد يبعث بنفس الرسالة الى الناخب من جديد. يعني الناخب اللي انسحب جوز راح يعطي اندفاع في اقرب انتخابات اخرى، يبدي عنده يتعزز انه اكو ثقة، بدل يقول هي اصلا محسومة القضية، والقضية ماكو داعي نتعب نفسنا بيها وماكو داعي ندخل، لا بالعكس ممكن يكون اكو رغبة جديدة بالانتخابات، وقد تكون هناك رغبة معاودة الرغبة، عنده اصرار، ها
قد يكون عنده إصرار على عدم المشاركة، وقد يكون العكس، انه يكون الاصرار المقاطعه او خيار المقاطعه او اصرار عدم المشاركه يعتبره هو خيار مو صحيح، وخيار يعني ممكن ما جاب نتائج ايجابيه بالنسبه له، وممكن راح يختار لاحقا خيار انه الدخول بالانتخابات، اما كاحزاب تدخل للانتخابات او كناخبين يدخلون ويصوتوا للانتخابات. ترى احنا حتى بهذه الانتخابات حتى عدد الاحزاب هي قلت، يعني حجم المنافسه السياسيه، المنافسه السياسيه هي قلت، حتى حجم حتى اعداد المرشحين قل مقارنه بكل الانتخابات. وين راح تكون الامور اسهل على مستوى تشكيل مجالس المحافظات بشكل سريع واختيار المحافظ في الساحه السنيه لو في الساحه الشيعيه؟ التشكيل على الاقل، على الاقل يعني في نظره سريعه تقريبا محافظات الفرات الاوسط ممكن تكون بها عملية اختيار المحافظين سهلة ويسيرة، باعتبار تقريبا المتحصصين المشهد الانتخابي اغلبهم ايه، ولا بين نبني، بين تحالف نبني وبين القانون، يعني هذه يتقاسموها بصفقة سياسية يقاسمون المحافظات. قد تكون هناك مشكلة كبيرة في اختيار محافظ لكركوك، شفنا النتائج متباينة جدا ومتقاربة والقضية صعبة. الموصل ايضا اكو ما ادري بعد مش يا اخي الكلام يصير اكو تقاطعات عميقة في العقد الوطني في نينوى، في نينوى اكو تقاطعات كبيرة بين الاطراف السياسية. هسه ممكن الشيخ يتحدث بنوايا طيبة اليوم من هسه يرسل الرسائل الايجابية، لكن احنا نعرف انه اكو تقاطعات عميقة في نينوى وكذلك حتى في الانبار، لكن قد تحقق. وين التقاطع بالانبار؟ لا قد تحقق، قد تكون النتائج تحقيق النتائج الايجابيه للتقدم قد تمنع تقدم يعني مرونه اكثر في التعامل مع انبار وتشكيل حكومه بشكل سريع، لكن تقاطعات سياسيه داخل محافظه الانبار داخل مجلس الانبار قد تكون وارده جدا، هذا اذا يوافقنا الشيخ بعد. نعم لا شلون التقاطعات؟ وين راح تكون التقاطعات؟ تقاطع داخل المجلس اكيد يعني. اكو قوه ترفض يعني اكيد لا اكو قوه. اذا تسمح لي استاذ هنا بالنسبه لك تعرف هو مسيطر بالمجلس، انت بالنسبه لك هنا اشوف احكي لك الكتل السياسيه اليوم ان كانت كتل سياسيه سنيه او شيعيه، اليوم الكتل السياسيه السنيه تحتاج وحده تحتاج الاخرى، ما نحتاج، فاعتقد اني هاي ما بعد الانتخابات هاي راح يصير توحد بين كل الكتل السياسيه لان واحد يحتاج الاخر. تمام ما خلينا نناقشك ايضا بهذه النقطه، احنا رايحين امام مشهد التشكيل السريع لو لا التعطيل الدائم لاختيار المحافظين. لا انا ذكرت قبل قليل استاذ علي قلت احنا ممكن خلصنا الاسهل رغم التحديات اللي جرت والجدليه على اجرام الانتخابات، صعب جدا لان تعرف انت الاذعان للنتائج مو سهل، يعني كثير من الكتل المنافسه او التي كانت تطمح ان يكون لها حظوه في هذه الانتخابات راحت الطالب وراح تشكك وراح ايضا حتى الطعون، انا اعتقد انه مدتها قد تطول بسبب ممكن تظهر في الايام القادمه بعض التشكيك ببعض المحطات او المراكز الانتخابيه، وهذه تحتاج وقت. تعودنا بالعراق انه دائما تشكيل الحكومات اذا كان على مستوى الحكومه المركزيه او الحكومات المحليه ياخذ وقت طويل. ليش؟ بسبب انا اريد ارجع للشيخ كامل انه موضوع التوافق بالعراق بصراحه يعني خطا استراتيجي مع جل احترامي. التوافق لا يخدم العمليه الديمقراطيه، يعني التوافق على حساب دوله المؤسسات امر خطا. هذه الحكومه تشكلت لا شو حتى يعني احنا قوة جزء من لا احنا مو جزء من تحالف قوى الدوله اداره الدوله، احنا بالاطار نعم بس مو بإدارة الدولة، لأن أنت تعرف جنابك وأنا قايلها من خلال برنامجك، احنا اعترضنا وما وقعنا، والوحيد الدكتور العبادي ما وقع على وثيقة تحالف إدارة الدولة، اعترضنا على 10 نقاط وقلنا هاي 10 نقاط راح تحرج الحكومة لأنها خارج الآليات الدستورية بسبب التوافق. وأنا أكرر لك مرة أخرى أن النظام التوافقي يكون على مبدأ المجاملة وشيني وشيلك وعبرني وعبر لك وانطيني مجلس محافظة وخذ المحافظة، هذا خطأ كبير. يجب أن كلنا نذعن أمام الآليات الديمقراطية. خلص أكو قانون انتخابات هو أنه الكتلة اللي 50+1 هي من يحق لها
تشكيل الحكومة المحلية، وهي من تسمي المحافظ ورئيس مجلس المحافظة، مو هذا سني وهذا شيعي، لا، خطأ كبير. يجب أن يأتي شخصية عراقية وطنية بغض النظر كل المكونات ومبناء العراق، حتى لو كان من الأقليات يجب أن تكون شخصية مقبولة، شخصية متدرجة، شخصية كفوءة، قادرة على أن تلبس عباءة الوطن ليس عباءة المكون. فبالتالي انا اعتقد انه التوافق راح يرجعنا مره اخرى. هو كان اكو تحذير من الموضوع التوازن وان يختل هذا التوازن. هذا راح يرجعنا استاذ علي، انا واقعي بصراحه. أيه. انا اتحدث بواقعيه، يعني ما اريد اصير براغماتي اكثر من اللازم، لان احنا امام منحنى خطير، اكو كتل مقاطعه، اكو عزوف كبير، يعني شخص استاذ نبيل، اكو عزوف كبير، اكو جهه ما مقتنعه بالعمليه السياسيه والعمل، شلون نعيد ثقه الناس؟ من خلال الاداء. عندما يكون هناك أداء حقيقي وتبنى مجالس المحافظات والاختيارات تكون على أسس وطنية، على أساس مشروع، يقدم لي مشروع ينقلني من واقع إلى واقع، يغير لي واقع المحافظات. بعض المحافظين صاروا 14 سنة في مكانهم وجزء منهم راح يستمر ومحافظاتهم تعاني من الركام والحطام. إيه دكتور، جزء من هذه العناوين راح يستمر إذا بالآليات الديمقراطية. لا، هو فائز تختلف. اكو شوف فتره الغياب في غياب مجالس المحافظات، يعني انت بصره واسط كربلاء صراحه سلاح ذو حدين، البعض كان يعتبرها حلقات زائده، هي مو حلقات زائده لكن الاداء كان غير صحيح، فبالتالي اعتبروها حلقات. عندما ياتي مجلس محافظه حقيقي وتتوزع الصلاحيات وفق النظام اللامركزيه، من احنا المركزيه تاسس الى دكتاتوريات، فالمحافظين اللي تقول جنابك بهم يجوز كان ادائهم سيء لان ماكو احد يراقبه بوحده بالساحه. الان عندما ياتي مجلس حقيقي يراقب المحافظ ويراقب المشاريع والعقود، وشلون ادائهم مو جيد وكلهم او اغلبهم حقق المراكز الاولى؟ لا، بعضهم للأمانة للإنصاف بعض المحافظين أكو استثناءات، عمل بجهود شخصية ممكن نقل واقع محافظته إلى واقع أفضل من حيث المشاريع والخدمات، ولكن تقول لي المستوى الطموح لا. يعني مثلا سنتحدث عن محافظ البصرة، الكل راضي عليه وفاز الأول بالقائمة، لكن اسأل البصرة هل هو مستوى طموح البصرة؟ اكتساح بالبصرة بس أول استاذ علي نتفق، لكن انت بموارد البصرة وسلة العراق الغذائية، وهي اللي 82% و 83% تنتج من نفط العراق، المفروض الظاهر دبي وابو ظبي. فاحنا طموح العراقيين صراحة دائما قام يرضى بالقليل، يعني نشوف لنا جسر او شارع وهو هذا ابسط مقاومات. انا اذكر في حوار سابق مع السيد سعد العيداني في ايام الانتخابات، كان لي حوار مع السيد العيداني، قال عندي مناطق في البصره تضاهي مناطق في الخليج. لا احنا نتحدث بواقعيه. أيه. سادة علي اليوم احنا فقط نتحدث، يعني احنا اذا اليوم الكهرباء جتي 12 ساعه ب 12 ساعه قطع نقول الكهرباء جيده، بينما هي في كل الدول المجاوره اللي ما تملك نفط مثل مصر دقيقة واحدة ما تطفى الكهرباء. فاحنا سقف طموحنا يجب ان يكون عالي. وقال راح نتحدث عن مشاريع عليا استاذ علي، نتحدث عن مشاريع، اريد اشوف انا اريد اشوف مترو، اريد اشوف قطار معلق، اريد احنا نريد نرتقي بصراحة. موجود عندنا كساء الشوارع؟ هذه بصراحة يعني هذه كساء الشوارع لا، هذه ابجديات ترى واجب الحكومات المحلية والحكومة المركزية، هذه ابسط مقاومات الحياة للفرد العراقي. تمام دكتور، بشكل واضح راح تنحسم من خلال التوافق لو بوفق اي طريقة؟ والله بصراحة غير ما نقدر نخرج من شندقة التوافق السياسي. استاذ كامل، التوافق راح يكون هو الحاسم، لكن يتحدث الدكتور سلام بهذه الطريقة ان سبب المشاكل، مشاكلنا السياسية، مشاكلنا الاقتصادية، مشاكلنا الخدمية، هو الاستمرار في العمل بهذه النظرية، نظرية التوافق السياسي. لا أخي، هي ما ترام، هي لازم التوافقات، إذا ما صار توافقات إلا متى انت نظام ديمقراطي شيخ. انت تختار انت ليش نظام ديمقراطي، انت من يصوت على المحافظ راح يصوتون المحافظة اللي هم مجلس محافظة. ايش قد أعضاء مجلس محافظة مثلا محافظة بغداد راح يقولون يابا شكل التحالف من كتل كبير ناخذ المحافظه. نعم لا خليك تشكيها، هل يقبل هسه محافظ بغداد مثلا حزب تقدم يصير محافظ
ومجلس المحافظة. أخي هذا الأمر إذا ما حصل تعتمد على أغلبية شيخ، أغلبية يعني أنا 50+1 يصوت على مفروض الجهة الأخرى تقبل. مثلا عندك أنت حزب تقدم مع الأحزاب السنية الأخرى اللي راح تتوافق في اختيار من يكون رئيس مجلس محافظة، مع من؟ مع الطرف الثاني اللي هو مثلا دولة القانون أو الإطار، على الإطار بالعموم، على الإطار بالعموم، حتى يختارون المحافظ ورئيس مجلس المحافظة. فإذا ما حصل تقارب وجهات النظر وحوارات واجتماعات، من يكون محافظ؟ هل أنتم موافقين علينا؟ أنت تدري محافظ بغداد هو لكل بغداد بكل تنوعها، لازم أن يكون جميع الأطراف والكتل السياسية توافق على محافظ أو على رئيس مجلس محافظة أن يوافقون عليه. من هو يصوتون عليه داخل مجلس المحافظة؟ راح يصوتون على المحافظ، ومنه يصير رئيس مجلس المحافظة وبهالطريقة. وليش الاستمرار بالتوافق وان الكل يشترك؟ ممكن تشكيل تحالف. كل من يقول لك انا هاي حصتي، انا بالنسبه لي يعني ممكن تقدم دولة القانون دولة يمضي دولة القانون. ليش للكل؟ صحيح يقبلون هم يجيبون محافظ من 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 الاقليات الاخرى يقبل اذا القانون يتوافق ويا القانون؟ لازم يقبل. لا ما يقبلون. انا قلت شيخنا الغالي انت شيخنا انت كنت نائب، انت كنت نائب، والنائب يعني يعرف بحيثيات القانون والاليات الدستوريه. نعم بس هنا احنا هنا نتحدث عن عرف سياسي، انت تتحدث مو توافق، هذا عرف سياسي، وانا اعتقد العرف السياسي القى بظلاله على العراق، والدليل انه اختيار حتى رئيس جمهوريه ورئيس مجلس نواب من المكونات، هذا عرف سياسي مو اليات ديمقراطيه، احنا عابرين الاليات الدستوريه بصراحه. احنا هسه حاليا هو هذا اللي ماشيين به. خلينا نغيره. لا هذا فشل. اذا كتل سياسيه كبيره متمسكه بهذا الموضوع، كتل سياسيه متمسكه بين كون تقول لها اني إيه هذه النقطه اللي كان حدث فيها الاستاذ نبيل. انت هذه المشاركه الضعيفه مو رساله للقوى السياسيه انه تتخلى. نعم رساله بس الكتل السياسيه المتنفذه حاليا في البلد واللي موجوده تقول لك اني فزت في هذه المحافظه، نعم المحافظه لي، ترضى ما ترضى، اتوافق مع اي واحد يجي يتوافق وياه وانا اخلي محافظ او رئيس مجلس محافظه. هذا الامر جاي يحصل، وهذا مو حاليا، من بدايه العمليه السياسيه لحد هذا اليوم. هل احنا نقدر نغيرها يا دكتور حاليا؟ شيخ بس مداخله بسيطه. شيخ النظام الديمقراطي هسه احنا خلينا نقيس بقيه، بس اسمح لي شيخ، بتركيا الانتخابات الاخيره اردوغان حصل 49 و99 بالما فاز، سووا جوله ثانيه، المرشح اللي قبله من خسر بفارق صوت اصوات بسيطه ما تتعدى الاصابع اليد ما اعترض، هاي الديمقراطيه. فبالتالي انا يعني اليوم تقدم يقدر يشكل الاغلبيه مع آخرين. مع اخرين ويروح يشكل، انا يعني المفروض اقبل، هاي الديمقراطيه، اذا ما اقبل بالديمقراطيه ما راح نعيد ثقه المواطن ولا راح نعيد المتقاطعين اللي مقاطعين الامن. دكتور احنا اليوم ما نعمل، خليني احكي بصراحه، من هو اليوم اللي عمل بالديمقراطيه؟ ما عملنا بالديمقراطيه، خلي انا وياك نبني ولا عملنا بالتوازن، جاي نعمل بالتوازن. التوازن هو الماشي بالعراق، الماشي التوازن اللي جاي ماشي. بس هو خطا اذا نعمل بالديمقراطيه. انا طبعا بالمناسبه كل ما تصير قلت لك انا ما بغض النظر سني شيعي خليجيني عراقي، انا اريد عراقي. تمام استاذ نبيل، نتحدث عن مجالس خدميه، مجالس المحافظات هي مجالس خدميه، وكل الحديث الآن عن التوازن وعن المكونات، بالتالي هل يلام ذلك الذي قاطع الانتخابات عندما يكون الأمر بهذه الطريقة، مجالس خدمية يقابلها حديث عن التوازن وحقوق المكونات؟ طبعا هو الناخب الغير سياسي يعني غير مرتبط بحزب سياسي، غير مرتبط بعقيدة سياسية، قد يعتقد أنه وجود الانتخابات أو وجود مجالس محافظات هي حلقة زائدة. طبعا وهذا هو انطباعه. من يجي هذا الانطباع؟ اكو تداخل بالصلاحيات، تداخل بالحكومه بين او بين الوزارات والحكومه الاتحاديه وصلاحيات الحكومات المحليه، اكو فد قضيه كلش. واضافه الى اداء هذه المجالس والمحافظين كان اداء سيء، يمكن ذكر الاستاذ سلام قبل شويه يعني الاداء على مستوى 20 سنه وهي غايبه 10 سنوات من ضمنها، فهذا نتيجه. بس احنا نريد نذكر فد قضيه، نذكر فد قضيه مهمه، انه احنا ما نقدر نعزل نتائج الانتخابات والصراعات السياسية الناتجة عن هذه النتائج ما قبلها وما بعدها عن أصل العمل السياسي والعملية السياسية وطبيعة العلاقات اليوم السياسية القائمة.
اليوم احنا عندنا اكو يعني كان هناك نوع من انواع الترابط السياسي اللي شكلته التحالف اداره الدوله، وهذا الترابط صار بي يعني نوع من انواع الانقسام ما قبل الانتخابات بايام. نتحدث عن قضيه السيد الحلبوسي. زين هل السيد الحلبوسي وحزب تقدم هيبقون هم في 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 مشاركه مستمره مع الاطراف الاخرى في تحالف اداره الدوله؟ يعني هم راح يبقى التحالف اداره الدوله قائم؟ هذا السؤال. ليش ما يبقى؟ ما اعرف، عن هو ممكن جزء ما يبقى. لا اخي ممكن جزء ما يبقى، انا بحساباتي الخاصه. لا بالنسبه للسيد وين يروح؟ وين يروح؟ اكو مشروع اخر ممكن لا تعرف انت دقيقه سكتان، شنو المشروع؟ يعني واحد اليوم ممكن هو يعني يبدي يتمكن في محافظات معده في عده محافظات، ويتمكن من الحصول على اصوات، ويتمكن من مجالس هذه المحافظات. يتمكن بالانبار، شنو اللي ممكن يتمكن في الانبار، وتمكن في بغداد، وممكن في في بعض في في ديال ايضا ذني التمكن، وممكن بالانبار محافظه واحده قد يسمح له القانون وقد يسمح له الدستور بطلب اجراء اقليم لهذه المحافظه حسب الماده 119 من الدستور. سلسله اعضاء. يعني تعتقد انه السيد الحلبوسي قد يخطط لاقليم الانبار؟ انا باعتقادي انه ما طول اكو شرخ سياسي اليوم، واليوم بدات هاي التفاهمات ممكن تضعف في تحالفات اداره الدوله. هذا التحالف اللي بالقوه صار اللي بالقوه صار وبالقوه اندفاع حتى يشكل الحكومه. اليوم انت هذا من غايب هذا التحالف او منقسم، وعند احد الاطراف عنده اليات قانون حسب القانون. هذا ممكن يمكن يدخل في عمليه ثانيه وممكن يصدع. لا احنا ولا دخلنا في تنبؤات. يمكن اذا اسمح لي رايحين للاقليم الجماعي. لا لا اولا شوف عشيلك، انت السيد الحلبوسي ان كان في المنصب او خارج المنصب هو رئيس تحالف، رئيس تحالف او يمثل مكون عنده مشروع سياسي حاله، فلا يبتعد عن إدارة المشروع إدارة الدولة. مع إدارة الدولة واعتقد هسه لحتى اللحظة متواصل مع التحالف اللي هو إدارة الدولة. لكن ما بعد الانتخابات يختلف عن ما قبل. لا لا ما بعد الانتخابات راح تقوى هاي العلاقة. خلي أقولك، لأن السيد الحلبوسي ثبت إلى المكونات الشيعية أو الإطار أو غيره أو للسيادة، ثبت بأنه الجمهور عنده وجمهور قوي في المحافظات الأخرى، وعنده جمهور في بغداد، وعنده جمهور في المحافظات. مو من المعقول هو أن يترك هذا التحالف. هذا التحالف خليني مع الدكتور سلام. إذن التحالفات هي الأخرى مهددة في مرحلة ما بعد الانتخابات. الأستاذ نبيل يشير مثلا إلى إمكانية أن يفكر السيد الحلبوسي في تشكيل إقليم في محافظة الأنبار من خلال السيطرة في هذه المحافظة. هل يمكن الحديث عن خارطة سياسية جديدة ستكون حاضرة بعد تشكيل مجالس المحافظات، أنه تحالف الدولة يتغير بشكل كامل، ملامح التحالف تتغير؟ بكل تأكيد أستاذ علي، انسحاب التيار الصدري من الانتخابات غير الخارطة بشكل كبير، حتى بنوع التمثيل داخل مجالس المحافظات. يعني اليوم نتحدث مثلا عن بغداد وبعض المحافظات اللي لها ثقلها يعني جمهور التيار الصدري، تغيرت بشكل كبير نوع التمثيل والأحجام والمقاعد، وبالتالي الكل الآن يسعى إلى أن يكون له حظوة أو موطئ قدم داخل مجالس المحافظات. وأرجع وأقول لك، هذا التفكير، مجرد التفكير بهذه الطريقة بمصالح ضيقة على حساب المصالح العليا، راح يزيد من قطيعة المواطن العراقي الناقم على العملية السياسية والانتخاب، راح يزيد نقمة على العمل مجالس المحافظات. احنا امام تحديات، يا اما ان تتخلى الكتل السياسية عن مصالحها الخاصة وتفكر بالمصلحة العامة، مع جل احترامي لشخص الحلبوسي وليس اكبر من العراق، شخص نقول له الاحترام والتقدير الى جمهوره، ولكن هو امام العراق، ما ممكن ان يفكر فقط بجمهوره. الانبار هي ليست للحلبوسي، الانبار لكل العراقيين ولاهلها، وكذلك محافظه بغداد لا يمثلها القانون او اي حزب اخر، هذه هي محافظه لكل العراقيين. يجب ان نتبنى مشروع يدخل من يدخل به، اذا كان السيد الحلبوسي ضمن هذا المشروع فبالتالي مرحب به. اما اذا كان المشروع ان شاء الله انا اتمنى أن كل الكتل السياسية ومن ضمنهم السيد الحلبوسي، وهو رجل وطني ورجل قادر على ان يعمل ضمن الخارطة الوطنية، فبالتالي التحالفات يجب ان تبنى على مشروع، والا سوف تكون بتجاربنا السابقة التحالفات تبنى على مشروع.
الكتل السياسية التحالف الدولي بنى على مشروع الآن تختلف، تعرف ليش؟ هناك من يتربص، هناك من مقاطع، هناك من جهات رافضة العملية السياسية، يجب على الكتل السياسية أن تغير نهجها. مش هو الحاكم الآن يهتم للمقاطع؟ لا يهتم، والدليل أكو مشاريع ومتابعتها السيد رئيس الوزراء نجح بشكل كبير جدا في النزول إلى الميدان وحرك مشاريع كانت متوقفة. بس ما حركت الناس للمشاركة. لا هو شكل النظام السياسي مقيدة، بس راح يقدر يطلع من عنده متى ما كسب رضا الناس، راح يقدر يطلع من هذا ال ومنو يقدر ومنو راح ينطي الفرصة شيعيا؟ ماكو خوف من صناعة الزعيم. احنا ليش دائما ناخذ الجانب السلبي؟ خلينا ناخذ شوي نتفائل. لا اقصد منو راح ينطي الفرصة بالاتجاه الصحيح. بصراحة انا اليوم اشوف رئيس الوزراء قادر على ان يمضي بمشروع الدولة ومشروع لا انا ما اقصد عمله، اقصد القوى السياسية الاخرى الشيعية راح تنطي الفرصة. هو صرح في حكومة ما هم زعيم سياسي جديد، مقيد بصراحة في شكل النظام السياسي مقيد في ظل الحالة اللي جاءت به إلى مجلس الوزراء أو كرئيس وزراء. هو مقيد لأن هو جاء من رحم تحالف فرض عليه وجوده برأس الوزراء، ولكن عمله وكسبه لرضا الناس ومشاريعه أنا أعتقد ممكن أن تنقل العراق إلى مرحلة جديدة، وتحديدا الانتخابات البرلمانية إذا أسسنا لها منذ الآن بصراحة ستكون انتخابات يعني ملبية للطموح، وانتخابات تغير خارطة العمل السياسي بشكل كبير. أنا أشكركم اعتباراتكم التزامات إعلامية، أشكركم جزيل الشكر الدكتور سلام زودي، شكرا جزيلا لحضرتك، والأستاذ نبيل جبار العلي شكرا جزيلا لحضرتك، والأستاذ كامل نواف الله يحييك، أشكرك جزيل الشكر، ودائما أحييكم أنتم سادة المشاهدين على المتابعة. إلى اللقاء.